بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة فيديو جديد عن الدجاجة الهندي اللي رجعت على البيت بتاع الرومي وطلعت لي 5 روميات. قبل ما نبدأ كلامنا لازم نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني يا الله يا كريم. الفرخه الهندي دي الكوت الرومي كان بايت في العشه جوه 5 بيضات في القفص، 5. راحت هي رد عليهم اول حاجه كده، رحت قعدت 2-3 يوم عليهم، وانا رحت رايحه اخدها ورجتها بره، اخدتها بره ورحت رايحه بعدين بقى ايه بعدها ب2-3 كده رحت محوشه لها 6 بيضات كمان ورحت حطاها. راحت طبعا عدى 28 يوم وراحت مطلعة الايه الخمسة طلعوا بسم الله ما شاء الله، 5 بيضات طلعوا 5 بيضات الحمد لله، 5 روميات 5 كتات. بس الكتكوتين اللي معاها ده همت الكتاكيت دي مش بتوعها، ده من عندي الحمامة. الحمامة كنت حطلها بيت فراخ، الحمام يعني كنت حطلها بيت فراخ، طلعت كتكوتين رحت اخداهم وسحتها كده ورحت حطاهم ايه تحتها كده اكنها هي اللي طلعتهم يعني عشان ما تضربهمش. والبيض ده هوت بيت كوت تاني 6 باين او 7 هناخده نحطه تحت فراخ هندي، في فرخة هندي راكدة تانية نحطه تحتها. وهي اما هي بقى هتقعد كده زي الشطورة كده تقعد تربيها. انا حاطه لها بلسك، انا بص الكتكوتين دمت الحمامه مطلعاهم، حطيتهم تحت الحمامه تطلع، نحط لها 2-3 تطلعهم الحمامه كتاكيت، وناخد بيض الحمامه نحطه تحت زغلوله تانية تحت حمامه تانية. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الروميه اهي بسم الله الرحمن الرحيم. لكن انا ما نعرفش الرب الرومي وهو في السن ده بيحب الدفى خالص، عاوز لمبة نور جيدة ويقعد 2 يوم لما ياكل ويتعب لي اعصابي. لكن كده هوت هي تدفيهم وتأكلهم تقعد